دمجنا عودي الفن التشكيلي مع الأعمال اليدوية مشان تطلع عنا ظاهرة كتير جميلة، وأنا حبيت شارك بالأعمال الفن التشكيلي اللي هي عن قضية فلسطين، وعندي لوحات كتير عن قضية فلسطين بتدل على المعاناة اللي يعانوها أهلنا في مدينة فلسطين. الهدف من المشاركة بهذا المعرض هو أنه سابقاً كنا نسوق لأعمالنا أغلبيتنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. اللي فادنا بهذا المعرض هو التسويق للأعمال عبر الواقع. في شغلات تراثية معمولة كتير منيح، معمولة بإتقان، معمولة بحرفة. في عنا الفسيفساء، في عنا الشمع، في عنا شغلات كتير أفكار حلوة، ممكن بالأيام إن شاء الله عز وجل هاي تصير لسه أحلى من هيك، وممكن تتطور تتوسع.